قبل اي حاجه انا بشكرك جدا على مداخلتك، لان انا الصراحه يعني احنا بنتعب جدا عبال ما نوصل لاي حد من وزاره التضامن الاجتماعي، ونفسنا ان انتوا تكونوا متواجدين معانا. والله ما عايزين ننتقد ولا اي حاجه، بس عايزين نساعد بعض، ده اللي نقصده مش اكتر صدقني. احنا انا اللي بشكر حضرتك على حلقه امبارح، وبشكر حضرتك على اهتمامك باطفالنا اطفال الايتام. وعايز اقول لحضرتك ان بمجرد ما اثرتي موضوع البنت امبارح مع استاذ احمد مصلحي والاستاذ رامي اللي كانوا متواجدين ضيوف حضرتك، بمجرد علمنا على طول واهتمام معالي الوزيره وتكليفي مباشره تواصل مع استاذ احمد مصلحي، ونزلت قابلتهم الساعه 1 بالليل بالفعل، واستلمت البنت ودخلتها دار الساعه 2 بالليل. انا بس ممكن تعلي صوتك شويه يا استاذ علاء لاني مش سامعاك. تمام، بقول لحضرتك بمجرد انا بشكر حضرتك على البنت اللي اثرتي. ايوه رضا، والحمد لله رضا دلوقتي راحت الدار اللي اخواتها فيه، كانت عايزه تروح الدار اللي اخواتها فيه. بالظبط بالظبط، هي كانت بس فتره انتقاليه على اساس ان الوقت كان متاخر الساعه 1:30 بالليل. ايوه انا عارفه انا عارفه، انا فضلت متابعه امبارح معاها لحد الاخر. عايزه اقول لك انا كنت معاها، انا كنت معاها، انا عارفه ان حضرتك نزلت مخصوص ليها، وعارفه انك فضلت قاعد معاها الاخر بتقنعوها ان هي تبات لحد تاني يوم الصبح ما تروح الدار مع اخواتها. طب بالظبط دلوقتي يا استاذ علاء، في عندنا اولاد ليهم شقق، زي مثلا عيد ليه شقه. تمام، في الاولاد دول لازم يستلموا الشقق ما يبقى عندهم 21 سنه، اكيد حضرتك عارف الكلام ده. تمام تمام، لحد ما يبقى عندهم 21 سنه الاولاد دول يروحوا فين؟ اكيد مش هنوديهم، اكيد مش هنوديهم الاصلاحيه. لا طبعا، بس انا خليني اوضح لحضرتك ان احنا طبعا في اجراءات كتير اتخذت خلال الاربع شهور اللي فاتت مع المؤسسه اللي هي تم حلها. الاجراءات دي كلها يعني كان كل هدفنا وكل هدف الوزاره والجهه الاداريه هي المصلحه الفضلى للاطفال. اكيد عايزين نتفق ان احنا اساسا ملناش اي مصلحه غير اطفالنا، غير المصلحه الفضلى ليهم. ايوه ايه المصلحه دي؟ ان هم يقعدوا في مكان، يعني واحد زي عيد او هي مثلا، انا عندي نورهان على فكره قاعده مع كفيل ومحدش يعرف من الوزاره ان هي قاعده مع كفيل، وقعدت سبع شهور في الشارع هي واخواتها البنات. تمام، الـ 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 الناس دي هما ما بيرجعوش عشان مش عايزين يروحوا الاصلاحيه، لان هما بيشوفوا مجرمين في الاصلاحيه يا استاذ علاء، ما ينفعش يقعدوا معاهم، يا اما يبقوا مجرمين زيهم يا اما بقى يعني يهربوا. ثواني يا عيد من فضلك، ثواني يا عيد من فضلك. فدلوقتي ايه الحل؟ الولاد دول يقعدوا فين يا استاذ علاء؟ هل في دار امنه محترمه؟ انا عارفه ان في دور كتير كويسه على فكره. أكيد. احنا أكيد. وبنجيبهم على فكره، احنا ما بنجيبش الدور الوحشه بس، بنجيب الدور كويسه، وبقول لهم الف شكر ليكم على اللي بتعملوه مع اطفالنا. تمام، لكن الاولاد دول دلوقتي يروحوا يقعدوا فين؟ خليني اوضح لحضرتك ان احنا ما عندناش مشكله خالص من اي طفل. انا بس عايز اوضح نقطه مهمه جدا بس اتفضل. عشان تبقى واضحه وواضحه امام المشاهدين كاملين. اتفضل. احنا دلوقتي لما جينا اشتغلنا على مؤسسه بنت مصر، احنا كان عندنا خمس دور. الخمس دور كان السعه الاستيعابيه بتاعتهم الموجودين بالفعل الواقع الفعلي 81 ابن وابنه. ايوه 81 ولد وبنت. أيوة. تمام، من اعمار مختلفه، من عمر اربع شهور حتى عمر 19 دول اتوزعوا على الدور يا استاذ. دول اتوزعوا على الدور، دول تم توزيعهم بالفعل. ما انا عارفه حضرتك، حضرتك نورهان، نورهان مشيت اتطردت من الدار من قبل اصلا ما الدار تتوقف. تمام، ما انا هكمل لحضرتك. فضل. والله انا فضل. انا لسه والله انا ببدا بس فضل. انا بقول لحضرتك ان كان عندي 81 طفل وطفله وتم توزيعهم بالكامل. تمام، متفقين على هذا. في ابناء وبنات خرجوا من دور التابعه لمؤسسه بنت مصر قبل ما نعلم احنا عنهم اي شيء، وراحوا اللي تسلموا الكفله واللي اتحولوا لمؤسسات ثانيه واللي بلغت فيهم محاضر شرطه وعادتهم في مؤسسات للاحداث. في احنا رصدين كل الكلام ده واحنا واقفين عليهم، بالدليل ان انا سامع ان حضرتك بتقولي في ولد اسمه عيد عند حضرتك. عيد انا بيه حبيبي، عامل ايه؟ عيد 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 من ضمن الاولاد اللي اتمرمط على مستوى المؤسسات وراح من مؤسسه لمؤسسه. من الناس اللي شاركوا معايا في دور التربيه كان معايا باحث. ثانيه واحده، سيبه يكمل كلامه يعني. اكمل بس يا عيد بعد اذنك. اتفضل. عيد عيد يمكن شاهد من بدايه مجالي الوزاره الكلام ده من اكتر صراحة. من حوالي تسع شهور جالي وشكالي وحكالي، ما كناش لسه اشتغلنا على المؤسسه ولا على الدور. وقفت جنبه كوزاره، وقفنا جنبه وديناه من دار كان ما بيتكيفش في الدار دي بنوديه لدار ثانيه الى ان استقر في المكان اللي هو فيه حاليا. انا البنات بقى اللي هم خارج نطاق المجموعه اللي احنا تم توزيعها، احنا بصدد ان هم يجوا لي، انا ما عنديش مشكله. حاضر. انا ما اعرفش طريقهم. لا انا هجيبهم لك. احنا ما عندناش مشكله، يقولي ما فيش اي مشكله، يقولنا مقر الوزاره واحنا بنفحص حالتهم
تمام، وبنوديهم بدور امنه ما فيش اي مشكله. حتى انا من قيمه 3 ايام جالي ولد برضو من ضمن دور دار بنت مصر، الولد ده اسمه حازم، ده جالنا من حوالي 4 ايام بالظبط، تمام، وكان مسلم لكفيل من سن 4 سنوات. الولد ده شاب دلوقتي، تمام، وطول الفتره دي كلها قاعد عند كفيل، وحاليا الكفيل بيرفضه. جالي برضو، احنا بنتعامل مع حالته، احنا ما بنسيبش اولادنا سواء الموجودين في دور الرعايه او اللي كانوا من في دور الرعايه وخرجوا منها، احنا ما بنسيبهمش، لان في الاول والاخر دول امانه في الابد. اكيد استاذ علاء، الانتهاكات اللي انتوا رصدتوها في دار ايتام بنت مصر، تمام، الدار على هذا الاساس تم وقفها، تمام، هل هيتم محاكمه المسؤول عنها؟ بص يا فندم، هل بتسعد ان المسؤول عنها يتحاكم؟ هنا في لبس في الامور، انا مش عايز يبقى في لبس، انا عايز اوضح الامور بمنتهى الشفافيه والمصداقيه. اتفضل. احنا عندنا نوعين من المخالفات. المؤسسه ككيان، ودي تتبع قانون الجمعيات الاهليه، قانون 84 لسنه 2002. ايوه. يندرج من تحتها نشاط اسمه نشاط دور ايتام او دور رعايه اطفال محرومين. هي عندها المؤسسه يتبع ليها 5 دور. ايوه مظبوط. تمام؟ عندها مخالفات في ال5 دور دي تخص قانون الطفل. يبقى اذا عندي نوعين من المخالفات. أيوه. مخالفات تخص قانون الجمعيات، والمخالفه الصريحه في قانون الجمعيات اللي رصدناها هي نوعين من المخالفات، تجيز للجهه الاداريه حل مجلس الاداره، حل مجلس اداره المؤسسه. اذا هنا المؤسسه ما لهاش اي وجود، اذا الدور التابع ليها لازم تغلق ولازم يتم تحويل الابناء. ورصدنا برضو بعض المخالفات الخاصه بقانون الطفل، خاصه بالرعايه، خاصه باستغلال الاطفال، خاصه بتسليم الاطفال لكفلاء في سن المراهقه ولاسر غير اهله لاستلام. حضرتك بتتكلم يعني في دي جنايات، ده اجرام. ايوه يا فندم، انا جاي لحضرتك. أيوة. تم رصد هذه المخالفات، وتم تحويل الملف بالكامل للنائب العام، والان الموضوع جاري تحت اشراف النيابه العامه. وبالفعل نيابه الزيتون ابتدت تشتغل في الموضوع، واستدعت بعض اعضاء من اللجنه اللي كانت مشكله. انا عايز اقول لك ان موضوع قيد التحقيقات دلوقتي ده بعيد تماما عننا. اما موضوع الشقق اللي حضرتك بتتكلمي فيه، ده برضو من ضمن المخالفات. هي كان في 28 شقه تم يعني تخصيصهم ل 28 ولد وبنت من دور بنت مصر. صح. قامت المؤسسه باستغلال هذه الشقق من خلال تأجيرهم، وده يخالف بنود العقد المبرم مع بنك الإسكان والتعمير، اللي هم أساسا تخصيصهم للأطفال ولم يستخدموا في أي أغراض أخرى. ومع ذلك تم تأجيرهم لمدة بينية بعيدة، قد يكون إن الأولاد عدوا سن ال 21 سنة هيبقوا في الشارع مش هيستلموا شققهم، وده كانت مخالفة، وده كان بيعرض الشقق دي للسحب عن طريق بنك الإسكان والتعمير إذا علم بهذه المخالفة. طيب تمام. يعني دي برضو نقطة. فاحنا برضو عايز اقول لحضرتك، تم تعيين مصفي لتصفية اعمال المؤسسة. المصفي قام حاليا بالانتهاء من اعمال التصفية بالكامل، وبالتالي كان من ضمن اعمال التصفية هو حصر هذه الشقق، الا ان القائمين على المؤسسة لم يتجاوبوا مع المصفي في تسليمه بعض الاوراق والمستندات الخاصه بالاطفال من اوراق ثبوتيه ومن حاجات تخص حقوقهم. بالتالي قام المصفي بعمل محضر في النيابه، تمام، محضر في اسم الشرطه وتحول للنيابه، وبرضه ده قيد التحقيق. يعني اذا احنا يعني هل هتتحاكم في النهايه يا فندم؟ هي ليها مطلق، القائمه على المؤسسه لها مطلق الحريه ان هي تقاضي الوزاره على اساس ان هي بتطعن في القرار، وعملت كده بالفعل. يعني هل كل الاطفال اللي بقوا كبار دلوقتي مش شهود على اللي كان بيحصل لهم من اهانات وضرب؟ واحنا رحنا، هل مش شهود؟ هل هم لو راحوا قدموا بلاغات احنا رحنا ما تتحاكمش؟ احنا ثانيه واحده استاذ، احنا رحنا المحكمه، رحنا المحكمه اكثر من 8 افراد، 8 افراد رحنا المحكمه وشهدنا. ثواني عيد. اتفضل يا استاذ علاء، خليني اكمل عشان بس الامر يوضح للراي العام بالكامل. احنا هي السيده القائمه على مؤسسه بنت مصر قامت برفع دعوه مستعجله للطعن على قرار معالي الوزيره، بالقرار الوزاري بشان حل المؤسسه، وده من حقها قانونا. تمام، بالشق في الشق المستعجل.
والقضيه محل طبعا كانت خدت جلسه، وبعد كده الشق المستعجل تنافى وابتدت ان هي تنظر موضوعيا. وهنا لما بتنظر موضوعيا ده موضوع تاني، واحنا بنقدم مستنداتنا والحمد لله احنا ماشيين باجراءاتنا كامله. وحتى يا رب يا استاذ علاء، لانها لو اتحكمت محدش هيقدر يعمل كده تاني، خلاص هتكون عبره. يعني ما اولاد اطفال يا استاذ علاء يباتوا في الشارع، اما مش لاقيين مكان يباتوا فيه فبيباتوا لها تحت الدار في تحت العماره او تحت، واخواتهم ينزلوا لهم اكل او ينزلوا لهم كنبه عشان ينابوا عليها. انا سمعت بره كلام، انا عندي بره اطفال كتير مش عارفه يبقى عندي وقت ادخلهم ولا لا. أنا عايز بسمع كلامي شايب شعر الراس يا استاذ علاء. انا عايز اقول لحضرتك احنا كوزاره التضامن الاجتماعي حاليا احنا بنتحمل إرث من المشاكل ومن الانتهاكات داخل دور الرعايه والفساد، الفساد اللي بقاله كتير جدا متوغل فينا للاسف. واحنا بقى لنا سنتين والله مش ملاحقين، احنا بقى لنا سنتين مجهود معالي الوزيره وتكلفتها دايما احنا انشانا فريق خصيصا اسمه فريق الحقيقه ان احنا ما بنطلع اي حاجه بيكون في تدخل فوري، ده حقيقي وصراحه. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا هطلب منك يكون في بروتوكول ما بيني وما بين البرنامج وبين وزاره التضامن، انه احنا نتعاون مع بعض. ارجوك ارجوك يا فندم يشرفنا. احنا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا بنتعاون باي حاجه تخص مصلحه الاطفال، لان احنا اللي يهمنا في المقام الاول والاخير مصلحه الطفل الفضله. احنا ما يهمناش اي حاجه، ما يهمناش، ملناش مصلحه مع اي مؤسسه، ملناش مصلحه طيب مع اي جهه، مصلحتنا الاولى والاخيره الطفل دوت، لان احنا في النهايه هنسال عليه امام الله سبحانه وتعالى. ده اكيد، ده انا حاجه متاكده منها. طب استاذ علاء دلوقتي عيد قاعد في دار لمده اسبوع ضيافه، وبعد كده مش عارف هيروح فين. المواساه، المواساه يا استاذ علاء في دار المواساه. ما فيش حاجه اسمها مش عارف، عيد بالذات هو عارف كويس جدا ان احنا مش سايبينه، مش عيد بس. لا استاذ علاء انا بس في نقطه عايز اتكلم مع حضرتك فيها، ممكن ولا ايه؟ طب عيد خلاص. طب استاذ احمد كنت عايز تقول حاجه. الاول ازيك يا استاذ علاء؟ معانا الاستاذ احمد مصرحي. يا استاذ علاء اهلا وسهلا. استاذ احمد نسيت ذوقك، ازي حضرتك؟ الله يخليك. طبعا انت عارف قد ايه انا مقدر مجهودك ومقدر مجهود الوزاره في الفترات اللي فاتت. تمام. انما احنا انا صممت دلوقتي اكلمك عشان ملفين في غايه الاهميه. آن الأوان الوزارة تفتح ملف الأسر البديلة لوقف أو العبء اللي على دور الرعاية يتوقف، وآن الأوان أن يتوقف هذا العبء والأسر البديلة تتحمل جزء من هؤلاء الأطفال. وطبعا أنا عارف أن الملف ده موجود وهو عبء ثقيل والوزارة بدأت تشتغل فيه، عايزين نبدأ نشتغل فيه بشكل جيد عشان نشيل العبء على دور الرعاية. والحاجة التانية المهمة اللي عايز أقولها لك دور التربية. اتطرح دلوقتي كلام قبل مداخلة سعادتك حوالين دور التربية في الجيزة، بعض الانتكات اللي بتحصل في دور التربية الكبيرة، منها الأكل، منها التعرض الجنسي مثلا، ده كلام اتقال. برضو آن الأوان للتفكير في الأطفال بعد سن 18 ودور التربية وتطويرها. عايزين طبعا احنا عندنا استعداد طول الوقت، سواء اذا كان البرنامج او سواء اذا كنت انا من شبكه الدفاع عن الاطفال او كثيرا من المحامين وكثيرا من منظمات المجتمع المدني، عندها استعداد للتعاون البناء الحقيقي اللي بيننا وبين الوزاره للملفين دول، لان انا شايف الملفين دول في غايه الاهميه طبعا. والمفترض الفتره اللي جايه يبقى شكلنا افضل حتى، وشكل دور الرعايه واولادنا زي ما حضرتك بدات كده، ابنائنا الولاد والبنات لازم يكونوا اولادنا دول في شكل افضل من اللي هم فيه. الحقيقه انا حكايه عيد ونورهان اللي بسمعها كل يوم، النهارده برضو كل يوم تكاد الحقيقه كاد ادمع من نفس الحكايه اللي بسمعها تاني، ان هو برضو بزعل جدا وبحزن لان اولادنا بيحصل لهم المهانه اللي بتحصل دي. فالحقيقه يعني اتمنى الملفين دول يتفتحوا بشكل جيد في الفتره اللي جايه، واتمنى دلوقتي ان انت ترد لي على الملفين دول، دور التربيه بالجيزه والاسر البديله. طيب خليني اسمحي لي ان انا ارد. اتفضل يا استاذ علاء اتفضل. هو دلوقتي بالنسبه لملف الاسر البديله، واعتقد ان استاذ احمد مصلح يعلم هذا، ان في لجنه عليا للاسر البديله بالوزاره برئاسه المستشار القانوني للوزاره. احنا بنتجه اتجاه سريع دلوقتي نحو منظومه الاسر البديله. ليه؟ كل العالم دلوقتي ما بقاش في حاجه اسمها مؤسسات ايواء ومؤسسات رعايه. ده حقيقي. دلوقتي كل العالم بيتجه نحو ان الطفل ينشا في اسره بديله، وهي الاسره هي المكان الطبيعي
لنشأة الطفل نشأة ورعاية اجتماعية سليمة. طبعا. فإحنا بنتجه ومع ذلك تم إصدار قرار بقانون من السيد رئيس الجمهورية بتعديل سن الرعاية البديلة بعد ما كان سنتين نزل لثلاث شهور، يعني إذا إحنا في الاتجاه دوت وإحنا بندعم هذا. تمام؟ يعني إحنا شغالين على الملف دوت وفي لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزارة شغالة على هذا الملف بالكامل، وأنا أحب أطمن أستاذ أحمد وأطمن المشاهدين أجمعين إن إحنا الملف ده نصب عيوننا وشغالين فيه بشكل كبير جدا. طيب. أما الملف الثاني مؤسسة دور التربية فهي مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية. إحنا ما زلنا برضو بنقول وبنقرر وبنتكلم إن إحنا عندنا كم من المشاكل. مؤسسة دور التربية حاليا لو فيها مجموعة من أوجه النقص في الرعاية فهي مرصودة بالنسبة لنا من ضمن مؤسسات الرعاية اللي بيتم تطويرها لزيادة السعة الاستيعابية داخلها، ده نظرا لأنها داخلة في مشروع كبير، مشروع قومي، هو مشروع أطفال بلا مأوى، الأطفال المعرضين للخطر بالشارع، وده برنامج أستاذ أحمد شخصيا يعلم عنه الكثير، ده برنامج بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ممول بمبلغ 114 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر. اي حاجه تحصل زي كده يا استاذ علاك ارجوك تبلغنا عشان احنا عايزين ننزل نصور بنفسنا، لان لازم الحاجات الايجابيه كمان تظهر، يعني لازم كمان الحاجات الايجابيه الناس تعرفها. اكيد. فارجوك لما يكون في اي حاجه زي كده احنا كمان يكون عندنا علم، لان احنا حابين ان احنا نصور حاجات زي كده والناس تشوفها. عامه انا بشكرك، انا بشكرك جدا، وحابه بس هكلم حضرتك اول ما الحلقه تخلص عشان نشوف هنعمل ايه بخصوص الاولاد اللي معانا النهارده. اه وانا هبقى معاك يا استاذ علاء زي رضا كده. اه زي رضا امبارح في كل الاولاد. عايز اقول لكم ان الاستاذ علاء عبد العاطي امبارح يعني لحد قاعدين بالليل مع رضا لحد الساعه 2 الفجر لحد، ومعاه الاستاذ احمد مصلحي والاستاذ رامي الجبالي قاعدين مع بعض مع رضا في الشارع لحد ما امنوا لها كل حاجه، والنهارده الصبح راحت الدار اللي هي طلبتها، الدار اللي هي طلبتها مع اخواتها. فانا بشكرك جدا الاستاذ علاء عبد العاطي. اوضح حاجه استاذ اميره. اتفضل. انا عايز اوضح حاجه، هي حاله رضا مش هي الفوكس، احنا كل ابنائنا والله بنعمل هذا الاجراء، مش علاء عبد العاطي اللي بيعمل، الوزاره بالكامل دلوقتي فيها مجموعه من الشباب اللي بياخدوا تكليفات معينه من الوزيره، واستاذ احمد مصلحي قاعد قدامك يعلم هذا، والاولاد عندك برضو اللي قاعدين قدامك يعلموا هذا. عندنا فرق دلوقتي اسمها فريق تدخل سريع، تدخل سريع انشئ، ده فريق انشئ خصيصا لمجابهه الانتهاكات اللي بتحدث للاطفال داخل دور الرعايه، ده انشئ من سنتين، انشئ بمجرد ما حدثت اول حادثه انتهاك في عهد او في منذ تولي معالي الوزيره الوزاره. طيب. على طول قررت تشكيل فريق من عدد من الاخصين ينزلوا عاملين زي المطافي، ينزلوا يطفوا الحريقه. عقبال بقى المشرفين اللي بيقوموا بانتهاكات ضد الاطفال والناس اللي موجودين في المؤسسات اللي بيرتشوا او بيعملوا اي حاجه بتضر الاطفال ومصلحتهم ومش بيبينوا الحقيقه كلها، يا ريت نتخلص من كل الناس دي بقى، خلاص بقى يروحوا بقى نخلص منهم عشان الاطفال دول يلاقوا ناس محترمه يتعاملوا معاهم. فاستاذ علاء عبد العاطي معاون وزير التضامن الاجتماعي، أنا بشكرك جدا على مداخلتك، وأول ما نخلص الحلقة هنقوم يعني هنكلم حضرتك فورا عشان نشوف هنعمل إيه مع الأولاد دول وهيروحوا فين بعد كده. بس عايز أسمع من إسلام. إسلام معلش أنا آسفة، أنت ما اتكلمتش من أول ما قعدنا، بس أنت شايف الكلام أصله كتير قوي. قول يا إسلام بقى، أنت مشيت لما الدار اتوقفت مظبوط؟ هو مش أنا بالظبط، هم إخواتي، بس اللي ضايقني واللي خلاني أجي هنا ان انا بتكلم بالنيابه عنهم. ايه بقى عايز تقول ايه؟ يعني انا عارف 100% ان ما اقدرش كلهم ما يقدروش يجوا هنا ويتكلموا، بس معنى ان الدار دار الليس كان فيها 15 واحد في ثانيه او في اسبوع ما بقاش فيها غير ثلاثه. طب ليه؟ دار الليس؟ اه دي فين؟ كنت انا فرق برضه من الفروق بتاعت مؤسسه بنت مصر. احنا صورنا منها دي اللي صورنا يعني فيها الولاد فيها كانوا عنده كام سنه؟ كان عندهم كام سنه؟ كلهم في سني 15. اللي اتخطب فيها 15ات اللي اتخطب فيها هنا ثواني عيد اللي عندهم 15 سنه كلهم مشوا؟ كلهم مطرودين، ما فيش غيرها ثلاثه، انا وواحد اسمه شريف وواحد اسمه هشام. والباقي راحوا فين؟ الباقي مطرودين، وعمر اتطرد واترمى. اتطردوا راحوا فين؟ في اللي اترمى في الشارع، وفي الاستاذ احمد شحاته ساعد واحد اسمه خالد ووائل. استاذ احمد شحاته ده المدرس بتاعكم؟ ايوه. ده بتصعبوا عليه فمأجر مكان، مأجر اوضه كده بيقعدكوا فيها لحد ما تشوفوا هتعملوا ايه مؤقتا. اه وفي ايهاب خليل وايهاب رياض وهاني سمير، الثلاثه دول دخلوا في الاحداث، مفيش منهم دلوقتي غير ايهاب خليل في الاحداث لحد دلوقتي.
ده وهاني سمير، وهاني سمير يا استاذه بيتعرضوا. انا عايز اوضح لحضرتك نقطه، انا الاسبوع اللي فات كنت في زياره هناك، اكتشفت ان هم تعرضوا لتعرض جنسي وتعرض لضرب، وانا كنت النهارده في وزاره التضامن وقابلت الاستاذ علاء وكنت مع رضا، والله العظيم ثلاثه بيتحرشوا بيهم جنسيا. طب يعيد عايز اقول لك، انا عارفه والله قلنا الكلام ده، واستاذ علاء قال ان هو عايز حضرتك، وعايز اقول لحضرتك ان هم دخلوا الدار، دخلوا الاحداث بقرار النيابه على اساس ان اسمها كانت بتوديهم عقاب، ودخلوا وخدوا قرار النيابه عشان ما لهمش اهليه. عشان ما لهمش اهليه. استاذ احمد في حل في الكلام اللي بيتقال ده؟ انا بس يعني في محطات كده عايز اقف عندها بسرعه عشان نبقى الدنيا نبقى واضحه، يعني في كلام عيد وكلامهم. طب انا هرجع اتكلم معاك تاني، احنا مكملين بعد الفاصل. انا بشكركم جدا، انتوا نورتوني النهارده. عايز اقول لكم حاجه، احنا مش هنسيبكم، يعني احنا مش هنسيبكم. انت قلت لي انا عايز اطلع وطلعتك تمام، ووعدتك ان انت هتطلع وطلعت تمام. فانا بوعدك برضو يا عيد، انا مش هسيبك، محدش هيسيبك، احنا مكملين معاك للاخر لحد ما تاخد حقوقك وتاخد شقتك وتاخد كل حاجه بخصوص موضوع البنت. معلش خلاص، احنا عارفين كل حاجه يا عيد، خلاص ما مش الوزاره عارفه كل حاجه خلاص، وكل مشاكلك هتتحل، وده وعد مني تمام. فانا بشكركم جدا، نورتوني النهارده. لو اي حد حصل معاكم اي حاجه ارجوكم كلمونا، واحنا معاكم النهارده هنشوف النهارده حل في الموضوع ده.